الحقيقة ما حدث بالأمس شيء مؤسف جدا، وخلينا أقول إنه إنذار حقيقي لما سوف يحدث في الأيام القادمة، وهو إنذار مش فقط بخطورة استلام الحكم لجماعة الإسلام السياسي حركة الإخوان المسلمين، لكن إنذار بأن فكرة تداول السلطة في خطر. لأن باختصار عندما يعلن قوة سياسية أو تعلن قوة سياسية وعلى رأسها التيار الشعبي المصري رمزه حمدين صباحي بأنهم هيقوموا بمظاهرة لكشف الحساب، كشف حساب الدكتور مرسي بعد الميت يوم، وهذا الكلام معلن منذ ما يقرب من 20 يوم تقريبا وأكثر، وساعتها حركة الإخوان المسلمين أو الحرية والعدالة ما قالوش إنهم نازلين في النهاية. لكن الذي حدث إنه جاءت واقعة تبين أيضا إنها مرتبة، لأن قبل ما أجي بالضبط أنا سامع إن تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لنا في الفاتيكان من قبل الواقعة، يعني كان هناك انتهاز لفرصة ان موقعة الجمل تطلع براءة وهو ملوش علاقة بيها، وعشان محدش يفهم ان انا من مؤيدي المستشار عبد المجيد محمود، انا مش من مؤيدي المستشار عبد المجيد محمود، وارى ان هناك خطايا واخطاء ارتكبت في حق ثورة 25 يناير وصل الى درجة سرقة الثورة من أهلها وناسها وشهدائها، ونتج عن هذه السرقة حالة المتاهة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. واحنا من أول لحظة ومعك يا دكتورة هالة أنا قلت في حاجة اسمها العدالة الانتقالية، وجاء ممثلي منظمات مجتمع مدني وتحدثوا عن العدالة الانتقالية، وقلنا ان يبقى في حاجة محكمة خاصة مش استثنائية، محكمة دائرة بتخصص لقضايا الثورة في هذا الموضوع. لكن الذي حدث ووقع يؤكد لنا ان كانت هناك نية مبيتة للصدام وللتعدي من السلطة التنفيذية التي يترأسها رئيس مرسي على السلطة القضائية، وهذه لم تكن أول مرة. هناك تعدي على المحكمة الدستورية تم، وهناك تعدي على قانون الدستور المؤقت، الإعلان الدستوري المؤقت تم أيضا في هذا الشأن، اللي هو أقسم اليمين بالحفاظ عليه ووصل الأمر، وهذا ما هو أخطر، أن قسم رئيس جهاز المخابرات يتم عبر الولاء للرئيس مرسي، ويتم وضعا يده على المصحف. وأنا بالمناسبة أنا شخصيا رفع قضية في هذا الشأن، لأنه بعتبره قسم تمييزي وقسم فاسد ببساطة، لأنه بيق